بروح له طبعا ونطمن عليه. كابتن احمد قد، كابتن احمد قطب النهارده يمكن مبروك، فوز كبير وفوز مميز كالعاده بالنسبه للنادي الاهلي. مبروك النهارده الفوز رغم الاصابه واصرارك ان انت تبقى متواجد كالعاده، هي دي روح الفانيلا الحمراء. طبعا اولا الله يبارك فيك. تاني حاجه طبعا انا لازم اكون متواجد مع الفرقه دي، عشان الفرقه دي بتاعت يعني، والرجاله دي كلها كنا مع بعض في ملعب واحد وهم فعلا رجاله، والحمد لله على الثلاثيه السنه دي ان شاء الله. انا عارف ان انت كان عندك ثقه ان احنا هنكسب النهارده ونكسب كمان بنتيجه 3، لكن شفت الاداء النهارده ازاي ورغم الاصابات والاجهاد وشكر الجويني راجع من اصابه، بتشوف الاصرار ده ازاي يا كابتن احمد؟ والله انا شايف من ساعه ماتش الزمالك ان احنا نكسب الزمالك برضو، ممكن ما اعرفش النتيجه يعني 3-0 3-1، بس انا كنت شايف ان احنا نكسب. احنا خارجين من دوري الحمد لله واخدينه، وخارجين من بطوله افريقيا ما كملتش 3 4 ايام وفزنا بيها. طبعا اكيد لازم نخش على الكاس حبيبها تيجو، وطبعا اللعيبه كلها واثقه من جواها ان هي عايز تاخد بطوله الكاس عشان تحسم الثلاثيه السنه دي يعني. الحمد لله، الله يبارك فيك، ربنا يخليك، مبارك من جديد.